جزيلا. تفضل سيد الوزير. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اتفاقية بين الديوان الوطني للتغذية وتربية الدواجن وبين المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الدواجن والتي تأتي لضبط الأسواق الوطنية وتلبية متطلبات المستهلك لهذه المواد الأساسية، ولا سيما خلال شهر رمضان الكريم. تمكن هذه الاتفاقية أيضا بتحديد وأكرر بتحديد أسعار الدجاج الحي بمبلغ 240 دينار جزائري لو كيلو بوا فيف، 240 دينار لو كيلو دو بوا فيف. هذه اتفاقية مباشرة بين الديوان الوطني ومربين الدواجن على مستوى المنخرطين على مجلس المهني لإنتاج اللحوم البيضاء.